السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه خبراء اللغه الانجليزيه. ان شاء الله النهارده عندنا موضوع مهم جدا عن دراسه علم النفس، مصطلحات باللغه الانجليزيه. النهارده هندرس مصطلحات عن علم النفس بالانجليزيه، زي تعريف علم النفس، تعريف علم النفس الاجتماع، تعريف العلاج النفسي، والفروع الرئيسيه لعلم النفس، وتخصصات علم النفس، ودراسة علم النفس، ومصطلحات بالإنجليزية لكلمات مهمة جدا في علم النفس. طيب، الناس اللي محتاجة تدرس مجال مهم جدا في الطب والسايكولوجي اللي هو علم النفس، ده مجال بيهتم بدراسة سلوك الأفراد والجماعات، تمام؟ ومنها بتبقى الوظيفة الشهيرة اللي هو الطبيب النفسي. طبعا وظيفة كويسة جدا، عدد قليل في مصر وفي الدول العربية اللي بيشتغل الوظيفة دي، ولذلك دي وظيفة مرموقة جدا، يعتبر تخصص مهم جدا في علم الطب. ما فيهوش ناس متميزين كتير، ويعني محتاج ناس اكتر كل فترة. طبعا دراسة المجال ده بتعتمد بشكل أساسي على اللغة الإنجليزية، وبذلك إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض بقى نعمل شوية مصطلحات وتعريفات عن علم النفس باللغة الإنجليزية. نبدأ كده، بيقول دراسة علم النفس من أصعب المجالات الطبية والاجتماعية، لأنها تتطلب قدر وافر جدا من المعلومات والاطلاع، ليس فقط في المجال الطبي ولكن في المجال الاجتماعي وعلم الإنسان. يعني طبعا الدراسة دي محتاجة الإنسان يبقى مطلع جدا، مش شرط في المجال الطبي ولكن في المجال الاجتماعي، العلاقات ما بين الناس، علم الإنسان اللي هو العلم اللي بيتكلم عن الإنسان، نشأته وتكوينه، طريقة تفكيره، وهكذا. معلومات عن علم النفس، النهاردة هنقدم لكم معلومات عن علم النفس، زي ما قلنا كده، التعريف والفروع الرئيسية والتخصصات ومصطلحات علم النفس بالإنجليزي. تعريف علم النفس بالإنجليزية: يعرف علم النفس بأنه الدراسة العلمية، تحت كده مكتوب psychology is the scientific study. لما أجي أقول scientific study يبقى هي معناها دراسة، study و scientific علمية، of the human brain، تعرفوا كده، لعقل الإنسان، ووظائفه، وظائف يعني its functions and its functions، its هنا الملكية، ووظائفه، وظائف العقل ده، خاصة هتلاقيها مترجمة تحت specially تلك التي تؤثر، those which affect، affect تؤثر، في تصرفاته، his behavior تصرفه، in a certain situation في موقف معين. كلمة situation موقف أو مواقف معينة، certain محدد. يعرف أيضا علم النفس بأنه الخواص العقلية لفرد أو جماعة، إزاي مجموعة أفراد، فرد واحد أو مجموعة أفراد اللي احنا بنسميها يعني مجموعة من الناس أو جماعة بيفكروا. ما هي العقلية؟ العقلية هي مجموعة المبادئ والاعتقادات التي تكون الشخص وتؤثر في تصرفاته في موقف معين. كل إنسان عنده مجموعة من المبادئ، المبادئ دي قد تكون خاصة بالدين، بالدولة، بالمجتمع، بيكونها، يحتفظ بها لنفسه، بيبتدي يتعامل عن أساسها. ده بنسميه المايند سيت أو العقلية. خلاص كده، يعني معناها the set of beliefs that shape your character and affect your judgment in certain situations. مجموعة مبادئ واعتقادات أنت مكونها طول حياتك بتأثر في أحكامك في مواقف محددة. كلمة set هنا معناها مجموعة، beliefs مبادئ أو اعتقادات، that shape تشكل your character شخصيتك، and affect وتؤثر your judgment حكمك in certain situations في مواقف معينة. تعريف علم النفس الاجتماعي: is the study of how an individual or group thoughts, feelings, behavior are influenced by the existence and the behavior of the others. علم النفس الاجتماعي يعرف على انه الطريقة، يبقى how، طريقة، an individual الفرد or group، تمام، الجماعة، thoughts الافكار، feelings المشاعر، behavior السلوك، are influenced تتأثر بوجود
سلوك الآخرين، بوجود وسلوك الآخرين. تمام كده؟ يعني كل إنسان عنده طريقة بيفكر بيها وبيحس بيها وبيتصرف بيها، والطريقة دي بتتأثر بسلوك الآخرين. تمام؟ تعريف العلاج النفسي هو التحدث مع متخصص نفسي للإفصاح والتعبير عن مشاكلك ومشاعرك وأفكارك. تمام كده؟ حتى لكي تفهم طريقة تفكيرك وتحل مشاكلك، أو أن تتعرف على أعراض الأمراض النفسية بداخلك. الشخص لما يكون محتاج يتابع مع دكتور نفسي بيروح بيبتدي يتكلم مع الدكتور النفسي ده عن اعتقاداته وآراءه ومشاكله، ايه اللي شايفه غلط ايه اللي شايفه صح. تمام؟ يبتدي الدكتور النفسي يديله حاجة اسمها psychological therapy أو psychological treatment، بنسميها بين انجلش psychological. لو جيت تلاحظ في كلمة نفسي كده اللي هي psychological، هتلاقي ان البي دايما بتتكتب ودايما silent. خلاص، دي اول ملاحظة. والملاحظة التانية في كلمة psychological اللي هي السي اتش تنطق كي، يبقى psychological. بص، الكلمة دي كلها مصفية على اس وواي بس، يعني مفيش بي، وهنا السي اتش دي بتتنطق كي اساسا، يعني بتتنطق تشا، تبقى psychological therapy. ايه هو psychological therapy؟ قالك talking therapy، يعني اللي هو علم علاج التحدث عن طريق التحدث. defined as talking with a professional and expressing your thoughts and beliefs in order to better understand and solve your problems and modify your thoughts. التحدث مع خبير والتعبير عن المشاكل او الاعتقادات والاراء لكي تفهم نفسك وتحل مشاكلك وتعدل من افكارك. بس ده كده تعريف العلاج النفسي. طيب، زي اي فرع من مجالات الطب، يعتبر علم النفس له فروع اساسية هناخدها دلوقتي. اول حاجة abnormal psychology. abnormal psychology علم نفس الاضطراب، ده علم نفس غير طبيعي، او الاضطراب هو المجال الذي ينظر الى علم الامراض النفسية والسلوك غير الطبيعي. يساعد اخصائيين الصحة النفسية تقييم وتشخيص وعلاج مجموعة واسعة من الاضطرابات النفسية بما في ذلك القلق والاكتئاب. طبعا يعني ايه قلق؟ يعني ايه اكتئاب؟ خلاص، يعني ايه علماء نفس السريريون؟ خلاص، كل ده هتلاقي فيه الكلمات تحت. كويس. طب احنا ليه مش عارضين هنا اقسام علم النفس باللغة الانجليزية؟ لان انت محتاج يعني اسم القسم باللغة الانجليزية زي abnormal psychology، وبعدين محتاج تفهم كويس، وبعدين محتاج تحفظ الكلمات اللي تحت، بعد كده تقدر تقرأ التعريف تاني باللغة الانجليزية عشان ما يبقاش كتير ومعقد ومليان كلمات صعبة. يبقى ده اول حاجة، علم نفس الاضطراب، يعني ناس عندها امراض نفسية او سلوك غير طبيعي بنساعدهم، او اخصائيين الصحة النفسية بيساعدوهم عشان يقيموهم ويشخصوهم ويدوهم علاج. علم النفس السلوكي behavioral psychology. behavioral جاي من behavior اللي هو السلوك. علم النفس السلوكي اللي معروف ايضا باسم السلوكية هو نظرية لتعلم على اساس فكرة ان يتم الحصول على جميع السلوكيات من خلال تكييف او التكيف، في حين يسيطر هذا الفرع من علم النفس على هذا المجال خلال الجزء الاول من القرن العشرين. اصبح اقل بروزا خلال الخمسينات، ومع ذلك تظل التقنيات السلوكية دعامة اساسية في العلاج والتعليم والعديد من المجالات الاخرى. اللي هو علم النفس السلوكي اللي بيعتمد على السلوك، تحديد سلوك الفرد. خلاص، والنظرية السلوكية كانت نظرية موجودة من زمان ولها علماء متبنينها، ولكنها ما اصبحتش دلوقتي يعتمد عليها علم النفس بشكل اساسي، ولكن بقت تطبق في مجالات اخرى زي مجالات التعليم مثلا. خلاص، النظرية السلوكية دي كان من احد ما يعني علماء النظرية السلوكية كان اسمه بافلوف، وكان بافلوف عنده تجربة كده. الناس اللي كانت درست علم النفس او علم نفس النمو، اللي هو كان جايب كلب، والكلب ده كان بيدخل له قطعة من اللحم بيسيبه يجوع خالص، ولما يبلغ منه الجوع يعني يقوم مدخل له قطعة من اللحم ويرن الجرس. فطبعا ارتبط ذهن الكلب بان الجرس ده معناه دخول اللحمة،
وبالتالي كان بيسيل لعاب الكلب كل مرة يشوف فيها اللحمة وبيسمع الجرس. فمرة ورا مرة ورا مرة بافلوف ابتدى يمنع اللحمة ويسيب الكلب يجوع جدا ويرن الجرس، فيلاحظ ان الكلب اللعاب بتاعه سال. اذا هو كده دربه او فهمه حاجة خلاص، ان صوت الجرس مرتبط بادخال الطعام. طبعا دي نظرية معروفة، طبعا احنا مش عايزين بس نخوض كتير في الموضوع ده. ده تبع علم النفس السلوكي. بعد كده علم النفس البيولوجي، بايو سايكولوجي، علم الخلايا العصبية. فرع علم النفس يركز على كيفية تأثير الدماغ والخلايا العصبية والجهاز العصبي على الأفكار والمشاعر والسلوكيات. بيعتمد على تخصصات مختلفة مما فيها علم النفس الأساسي وعلم النفس التجريبي والبيولوجي وعلم وظائف الأعضاء وعلم النفس المعرفي وعلم الأعصاب. يعني عشان علم النفس ده الجزء ده البيولوجي ده كبير جدا، فبنحتاج فيه تخصصات كتير مختلفة زي علم النفس الأعصاب طبعا حاجة أساسية، علم وظائف الأعضاء أعضاء الجسم، وعلم النفس المعرفي طبعا. علم النفس السريري clinical psychology هو فرع من فروع علوم النفس المعني بتقييم وعلاج الأمراض العقلية والسلوك الغير الطبيعي والاضطرابات النفسية. غالبا ما يعمل الأطباء السريريون في ممارسات خاصة، ولكن عديد منهم يعملون في المراكز الاجتماعية أو الجامعات والكليات. يعني بيشتغل الشخص في عيادته الخاصة، وبيبقى زي ما انتوا بتشوفوا كده بيبقى في شازلونج والشخص بينام عليه ويبتدي يقول للشخص، بيقولوا للدكتور النفسي يحكي له على مشاكله. دي تعتبر اسمها علم النفس السريري. علم النفس المعرفي cognitive psychology علم النفس المعرفي هو فرع من علم النفس يركز على الحالات العقلية الداخلية، وقد استمر هذا المجال من علم النفس في النمو منذ الستينيات، ويتركز على كيف يفكر الناس وكيف يتعلمون وكيف يتذكرون. علم النفس المقارن comparative psychology هو فرع من علم النفس معني بدراسة سلوك الحيوان. يمكن أن تؤدي دراسة سلوك الحيوان إلى فهم أعمق وأوسع لعلم النفس البشري. يعني من خلال دراسة الحيوان ممكن الإنسان يفهم طريقة تفكير الإنسان لما يدرس الحيوان ويشوف تطورات والفرق وهكذا. علم النفس الإرشادي counseling psychology هو أكبر الحقول الفرعية الفردية، يتمحور حول علاج العملاء الذين يعانون من ضائقة عقلية ومجموعة متنوعة من الأعراض النفسية. يعتبر مشابه شوية لعلم النفس السريري تمام، ولكن ده بقى النظام نصايح بقى، وتقدر ان انت تعمل جروب مجموعة تستشيرهم نفسيا في مراكز صحة برضو فيها الكلام ده وهكذا. اوكي counseling psychology. طيب تخصصات علم النفس، علم النفس الاسري، التربوي، الرياضي، الاجتماعي، الارشادي. في حاجات قلناها قبل كده خلاص، وفي حاجات طبعا المتخصص في علم النفس او اللي بيدرس هيقدر يفهمهم. طبعا دراسة علم النفس، الكثير من الطلاب يريدون دراسة تخصص علم النفس والاجتماع، إلا أنه قبل أن تتخذ قرار الدراسة في هذا المجال ينبغي أن تعلم عدة أمور. منها دراسة علم النفس تحتاج إلى شغف شخص يحب دراسة سلوك الإنسان والمجتمعات. مش أي حد بيدرس علم النفس، لازم شخص يكون بيحب يحلل سلوك الآخرين وسلوك المجتمعات وهكذا. دراسة علم النفس طويلة نظرا لكثرة المذاهب. طبعا الدراسة طويلة لان في اراء كتير وفي مدارس نفسية وسلوكية وفلان قال وفلان قال لا وهكذا، وتعارض والكلام ده. طبعا مش اي حد هيدرس علم النفس الا لما يكون برضو عنده الطاقة ان هو يدرس كل الاراء والمذاهب والمدارس النفسية. كتابة الابحاث وعمل التقارير ومتابعة الحالات ومدى تقدمها، الى جانب الزيارات المدنية للمستشفيات الخاصة بالصحة النفسية في مدينتك. اوعى تفكروا ان طالب علم نفس ده بيبقى سهل. اللي بيدرس علم النفس ده بيعمل ابحاث كتير وتقارير وبيتابع حالات، بيروح مستشفى مثلا زي مستشفى العباسية، زي امراض مستشفى اللي هي المستشفيات الخاصة بامراض الصحة النفسية والعقلية، ويتابع حالة ويمسكها ويحاول يطورها ويقيم حالتها الصحية ويعمل ابحاث ويعمل محاضرة، ومطلوب منه نزول عملي ومستشفيات. يعني شغل برضو مش سهل خلاص. اخر حاجة، مجال علم النفس يتطلب قدرا كبيرا من مصطلحات اللغة الانجليزية الخاصة بالمجال،
وبما أننا هنا معكم فقد قررنا إثراء ثروتكم اللغوية إلى جانب التعريفات التي قدمناها بالأعلى بمزيد من المصطلحات الخاصة بمجال علم النفس. طبعا أنا قلت هنا إن أنا بتكلم بفرد الإنجليش في قناتنا أو بزوده إلى مجالات أكتر، وبذلك أنت لو مش مهتم بمجال علم النفس ممكن ترشح الفيديو ده لأي حد عندك بيدرس علم نفس أو داخل تخصص علم نفس، بحيث إن هو الحاجات دي تقدر تساعده وهو بيقرأ، تمام؟ وإذا كان للخبرة العامة فدي أنا حاجة برضو بفضلها جدا ما بين طلابي، إن في ناس بس عايزة تطلع، عايز يبقى عنده معلومات جديدة وكتيرة، يعني إيه علم النفس، إيه مجالاته، يعني إيه حاجات اللي إحنا بنسمعها ساعات في الأفلام الأجنبي، إن شخص يقيم شخص يقول عليه حاجة، هتشوف حالا مصطلحات كتير جدا إحنا بنسمعها في الافلام الاجنبي، خصوصا الافلام اللي فيها جريمة او قتل او الكلام ده كله، بقى فيها تشخيص للقاتل، تشخيص مش عارف ايه الكلام ده كله، فبتلاقي كلمات كتير بتعدي علينا وبرضو هنفهمها مع بعض. اول حاجة طبعا مصطلحات علم النفس بالانجليزية. طبعا الكلام ده يا جماعة كله موجود على موقعنا، ومش بس مجال علم النفس، لا مجالات كتير جدا. موقعنا خبراء اللغة الإنجليزية، وهسيب لكم اسم الموقع في وصف الفيديو تحت، تمام؟ ادخلوا على الموقع هتلاقوا فيه كل حاجة عن اللغة الإنجليزية، كلمات وقواعد وفي الكلمات بقى هتلاقوا فيه مجالات متخصصة، ده اللي احنا ان شاء الله بنحاول ان احنا نقدمه للناس في الفترة دي. برضو مهتمين لسه بالإنجليش وقواعد اللغة الإنجليزية والكلمات العادية وكل حاجة، ولكن بنحاول نسهل على الناس أمورها بدراسة عرض التخصصات زي ما انتم شايفين. يلا، تحليل أو تحليل شخصية analysis. لما تيجي تعمل تحليل لشخصية حد تعمل له analysis. نفس ثانية أو شخصية ثانية، يعني واحد عنده شخصيتين جوه دماغه بيطلع بشخصية وشوية يتحول لشخصية تانية، خلاص بنسميها alter ego. alter ego جنون أو هوس، مانيا 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 يعني جنون أو شخص مجنون بحاجة أو مهووس بحاجة. مانيا العقل، مايند مايند، وده يقصد به العقل وليس المخ. المخ كعضو اسمه برين، ولكن العقل كتفكير يعني حاجة معنوية ما أقدرش ألمسها، عقلي تفكيري اسمه مايند مايند. عقلي يعني نسبة إلى العقل اسمها مينتال مينتال. الاضطراب العصبي نيوروسيس نيوروسيس نيوروسيس، اضطراب عصبي، اضطرابات في الأعصاب، تمام. قلق مرضي بدون سبب في الحقيقة، أشخاص كده تلاقيه بيخاف على طول، أي حاجة تحصل تبص تلاقيه قلبه بيدق جامد ونفسه سريع وبيخاف. بيحصل أكتر ما بين النساء، بيبقى الغرض ده اسمه anxiety. مالكش دعوة بالإكس اللي هنا في كلمة anxiety، دي نطق زد عادي جدا مش إكس خالص. anxiety anxiety قلق مرضي. الاتجاه العقلي الذي يجعل الشخص يتصرف في موقف مع فلان، موقفه عدائي، فلان تاني موقفه متسامح، فلان تاني موقفه متكبر، وهكذا. يعني كل واحد بيبقى عنده تصرف معين بيفكر ان هو يعمله، فبنسميه attitude. attitude الاكتئاب او depression. depression الاكتئاب. ايه هو الاكتئاب؟ حالة عقلية يتميز صاحبها بالحزن الشديد والانعزال التام والإحساس بعدم الملائمة مع من حوله. حلو جدا. شخص انطوائي introvert. introvert شخص انطوائي يعني حبش يكلم حد ولا يسمع حد وحبس نفسه على طول، فبيبقى انطوائي، وكمان لو خرج للمجتمع هتحس انه دايما حاطط نفسه في مكان لوحده. هوس التملك، ان الانسان يكون عنده تملك، يبقى عايز يتملك كل حاجة ويبقى معاه كل حاجة. obsession obsession جنون العظمة، ان الشخص يبقى مفكر نفسه ان هو اهم واحد في الدنيا دي كلها. جنون العظمة اسمه paranoia paranoia. انفصام الشخصية، انفصام الشخصية اللي هو شخص يبقى بيفكر بشخصيتين او بعقليتين، تمام، اللي هو سكيزوفرينيا. سكيزوفرينيا ده التشخيص المرضي، تشخيص المرضي سكيزوفرينيا.
طبعا الاس هننطقها، السي اتش هننطقها كي، تبقى سكيزو، سكيزو بي اتش تنطق اف، سكيزوفرينيا، الخوف المرضي، فوبيا، فوبيا يعني خوف زائد قوي عن الحد وغير مبرر، وممكن تكون من حاجات اصلا انسان ما يخافش منها يعني. خلاص، على سبيل المثال مثلا لو حد شاف حشرة في الارض او اي حاجة عادي ممكن يخاف بسيط كده، وبعدين يحاول يموتها مثلا. حشرة بسيطة يعني، دبانة مثلا، صرصار، اي حاجة. لا، في ناس ضربات قلبها بتسرع ووشها بيحمر وممكن يقع من كتر الخوف ده، بنسميه ان مرضه يعني خوفه ده خوف مرضي مش خوف عادي، بنسميها فوبيا. وذلك كمان انواع كتير من الفوبيا، زي مثلا فوبيا الاماكن المرتفعة، ان شخص يكون في مكان عالي يخاف يقف في بلكونة او يطلع منه. فوبيا الاماكن المغلقة او المحد يقفل الباب، تبص تلاقي الشخص برضو خايف، وهكذا. مشكلة المرض العقلي الحاد، سايكوزيز، سايكوزيز مرض عقلي بس بيبقى حاد جدا لدرجة ان هو بيدفع الشخص احيانا للانتحار، احيانا لحاجات اخرى. هايبوثيزيس، الهايبوثيز اللي هي النظرية الفردية او الغير مؤكدة، انت تقول انا عندي هايبوثيز ان انا بفترض شيء معين ولكن دي نظرية يعني مش مثبتة. العلاج البديل او بالايحاء، دي طبعا حاجة كتير بيمارسها الاطباء النفسيين، ان هو بيعمل علاج بديل بدل العلاج الكيماوي، ان هو بيدخل فكرة جوه الشخص مناقضة للفكرة السيئة اللي عنده، بحيث انه يقدر يقاوم له شخصيته، فبنسميها بلاسيبو، بلاسيبو العلاج البديل او الايحاء. الانحراف المعياري، انت بتقيس انحراف المعيار بتاع الشخص ده مثلا، ده طريقة احصائية كده تعتبر بنستخدمها احيانا في علم النفس، ان احنا نعرف الشخص ده قد ايه مش ماشي مع المبادئ ومع القيم بتاعة المجتمع بتاعه، في انحراف، فنقدر نقيسه بطريقة حسابية بنسميه ستاندرد فاريشن، ستاندرد فاريشن. فيكسيشن، الولع او الهوس المرضي، شخص بيحب الاكل جدا 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 لدرجة ان هو تخين جدا وما عندوش نية ان هو يخس، مستعد يموت وهو بياكل يعني، ده بنسميها فيكسيشن، عنده هوس او ولع. ديلوجن، الوهم او الخيال، شخص بيتخيل دايما اشياء ومواقف ما بتحصلش. كومبالشن، الرغبة الداخلية او الدافع، ان الشخص عنده رغبة داخلية او دافع ان هو يعمل حاجة. ده كان كل الفيديو بتاعنا النهاردة في خبراء اللغة الإنجليزية، هنقدم لكم إن شاء الله سلسلة متخصصة زي دي. أي فرع أو أي مجال أنت بتدرسه باللغة الإنجليزية، طب، علم نفس، خلاص، تجارة، زراعة، أي حاجة، سيبولنا كومنت أسفل الفيديو وإن شاء الله هنعمل لكم درس وفيديو بأهم المصطلحات. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك وشير للفيديو، سبسكرايب لو ما كنتش مشترك معنا في القناة. نشوفكم إن شاء الله في فيديو آخر من قناة خبراء اللغة الإنجليزية. السلام عليكم.